كلام جميل. نروح بقى لان برضو خبر حلو ان احنا نتكلم عن احتفال كبير لبطوله كبيره النهارده. النادي الاهلي تحديدا هيشهد حفل افتتاح بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد رجال وسيدات، المقرر المفروض ان هي هتكون بصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر طبعا النادي بالجزيره. طيب امتى هتكون؟ من يوم 9 النهارده لغايه يوم 18 مايو. بطوله مهمه جدا، بطوله كبيره جدا، تغطيه اعلاميه من كل انحاء العالم، استعدادات على اعلى مستوى، سواء بتتكلم في يعني الترتيبات الخاصه بتدريبات الفرق المشاركه وكافه الامور كمان المتعلقه بالاقامه، اللوجيستكس والانتقالات والحاجات دي كلها. وفي الاول وفي الاخر شيء جميل واكيد بيدعو للفخر ان انت يا كريم بيتم اقامه بطوله داخل النادي الاهلي، بطوله كبيره زي كده. فعايزين نقول كمان البطولات اللي بتقام في افريقيا اعتقد ان هي يعني اصبحت لا تقل تميزا بجد لو انت جيت قارنتها من ناحيه التنظيم وغيره والتغطيه الاعلاميه والبنيه التحتيه وغيره عن البطولات اللي بتقام في اوروبا. ممكن حد يطلع يقول لك دلوقتي لا لسه في فرق كبير، لا هو ممكن يكون في فرق بس مش كبير، ده اللي نقدر ناكد عليه دلوقتي بالادله وبالصور بالإثباتات وبالواقع. خلينا نقول نتمنى ان كل الانديه ان شاء الله تجتهد للوصول بالبطولات الافريقيه كمان لاعلى المستويات، هو ده الامل بتاعنا، وان يصل كمان الاهلي لو هنتكلم تحديدا لمنصه التتويج وكمان اكيد حصد اللقب. طيب في هنا كمان حاجه لان الناس كتير كانت بتتكلم عن تحديدا، انت عارف في ناس تتفائل باستاد، تتفائل بصاله لعب معينه، صاله الامير عبد الله الفيصل تحديدا هي ناس بتتفائل بيها لان هي كانت استضافت كمان يوم الاحد اللي فات مباراه نهائي كاس السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك وتوج الاهلي فيها باللقب للمره الثالثه في تاريخه. فاعتقد برضو لو احنا هنتكلم بقى وشها حلو، لا هي وشها حلو جدا، حجز كمان مقعده في بطوله كاس العالم يعني للانديه السوبر جلوب. فبالنسبه للبطوله كمان بتضم مجموعتين، بنتكلم كل مجموعه خمس فرق وخمس فرق تقال، فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي.